السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل الجديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 68 جنيه، سعر كيلو المهط الأبيض 55 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 81 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 90 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 11 جنيه ل13 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 9 جنيه ل11 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 4 جنيه ل6 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 116 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 116 جنيه، كرتونة البيض البلدي 115 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.